لا تتأخري كثيراً. إلى أين تخلين نفسك ذاهبة؟ يونيو عام 98، على بعد قرابة ساعة شمال انديانا بوليس في بلدة كوكومو الصغيرة انديانا التي تمثل جوهر الغرب الأوسط. كوكومو هو مكان آمن للعيش، إنه مكان حيث يمكنك العيش دون أن تقفل بابك، وكان كثير منا يفعلون هذا، حتى أننا كنا نترك مفاتيح سياراتنا بداخلها. أنيتا وولدريدج 22 عاماً متأقلمة في هذا المكان، وما زالت تعيش في منزل طفولتها، وقد تخرجت من كلية محلية حاملة شهادة في برمجة الحواسيب. حسناً، أعددت قائمة من 22 شركة، لابد أن تختارني واحدة منها للعمل فيها. مجانين إن لم يفعلوا؟ كنت أعمل في شركة للطرود وأبحث عن فرصتي عمل في مجال تخصصي، وأقضي الوقت مع أصدقائي وأعيش حياتي. ما السبب وراء هذا؟ هذا يبعد الشرور ويبعد أمي أيضاً، لأنها تعرف دائماً أن شيئاً غير عادي يحصل هنا. كنت في علاقة جدية مع شاب منذ 6 أشهر. كنت أعرف سكوت من المدرسة الثانوية، لكننا جددنا تواصلنا معاً في الكلية، وكنت أجده رائعاً. من الرائع أن نحظى بمكاننا الخاص، بشقة الخاصة. أجل، بعد أن تحصل على وظيفة لائقة. صحيح. هل أخبرتك بما قاله لي جيمي البارحة في العمل؟ لا، لم يكن مقاله لائقا. كان لدي زميل يلقي التعليقات دوما، كان يسير قرب الفتيات ويتظاهر بأنه لمس أجسادهن عن غير قصد. علي أن أتحدث إلى هذا المختل، في أي مواعيد يعمل؟ لا، لا تفعل. قلت له سأخبر قسم الموارد البشرية، ليس مؤذيا، أتفهمني؟ حين لم تكن أنيتا تعمل أو تمضي الوقت مع صديقها، كانت تساعد صديقتها المقربة جيني في التحضير لزفافها القريب. يا للهول، أنا متوترة جدا. أتتخيلين هذا؟ إنه على بعد شهر واحد. إن لم تنهي بطاقات الدعوة وتقوم بتوزيعها قبل حلول الغد فلن يحضر أحد. حسنا، لقد وصلت للأجزاء الأربعة الأخيرة. كنت أفكر بدعوة رفاقي في النادي الرياضي. حسنا، هناك جينيفر وديانا وليندا أيضا. حسناً، هل نسيت أحداً؟ ماذا عن توم؟ صاحب حقيبة الظهر؟ كان عضواً في نادي الرياضي حيث كنت أتمرن، وكان يعرف باسم توم. كان يبدو وحيداً دائماً ولا يملك الكثير من الأصدقاء، فقلت من اللطيف دعوته إلى حفل الزفاف، سيفرح بحضور حفل الزفاف. على الأرجح أنه لا يملك بذلة، لكنك محقة. أنيتا كانت محبة وكريمة للغاية، كانت تعامل الناس بطيبة دوما وترغب بمساعدة الجميع. حسنا، لنفعل هذا. حسنا، سندعو توم إذن. أجل، هيا بنا. مرت الأسابيع، وقبل 10 أيام من زفاف جيني، بينما كانت والدة أنيتا كيتي تتجه إلى عملها. هيا استيقظي، الساعة قاربت 8:30، ألا يجب أن تقومي بالعمل التطوعي؟ كان إعصار قد ضرب كوكومو قبل ذلك بأيام، وكان ذلك اليوم يصادف يوم التطوع، حيث يجتمع الناس ويقدمون المساعدة، وكانت درجة الحرارة 39 درجة. سأتناول الغداء مع جدتي. حسناً، سيكون لطيفاً، لكن لا تتأخري في النوم. تعرفين كم تحب جدتك الالتزام بالمواعيد. لن أفعل، سيأتي سكوت ليقلني. تعرفين كم يحرص على استعجالي. حسناً، بلغيها تحياتي. سأفعل. أحبك. I...
سمعت طرقا على الباب فنهضت ولم أتوقع شيئا. حسنا هل تمزحونني؟ دست على دبوس وكان الهاتف يرن، وحين فتحت الباب توم، ماذا تفعل هنا؟ تعرفت على الطارق، كان توم، كنت أقابله في النادي وكنت قد استيقظت للتو. ما الذي جلبه إلى منزلي؟ لا أعلم. مرحبا أنيتا، مررت قرب منزلك أثناء قيادة الدراجة، الجو حار جدا في الخارج، هل أحصل على كوب من الماء؟ أجل بالطبع، تفضل، يجب أن أجيب على الهاتف. لم يبدو الأمر غريبا بالنسبة لي، كان يوما حارا ولم أكن أفكر بوضوح، كنت قد استيقظت للتو وما زلت مشوشة. مرحبا. أهلا جاك. لا أبي ليس في المنزل، لكنني سأترك له رسالة ليتصل بك. أجل. حسنا، وأنا أيضا أحبك، إلى اللقاء، سأنظف هذا. لا فكرة لدي عما يجري، شعرت بصعقة في جسدي. توم، ما الذي يجري؟ أدركت أنني أتعرض لهجوم. ابتعد عني، النجدة، صرخت طلبا للنجدة وحاولت المقاومة، لكنه كان رجلا ضخما وكان يحمل سلاحا، فوجه لي صعقة أخرى في معدتي. توقفي عن الحراك وإلا قتلتك. أنا آسف لأنني أفعل هذا، لكنني أحتاج إلى المال. أخبرني أنه أراد سرقتي، حينها بدأت أفكر سينتهي هذا الأمر خلال ساعة أو اثنتين. بطاقة الائتمانية في محفظتي، خذ البطاقة، هناك أكثر من $1,000 في رصيدي، هناك رقم سري سأعطيك إياه. ابقي هنا. كنت سأفقد كل المال الذي ادخرته لمنزلي الخاص، لا يريد العمل لكي يجنيه. حينها لم أكن خائفة على حياتي، لكن كل ما أردته كان أن ينقضي هذا الأمر. لكن بسرعة تغير كل شيء. ستأتين معي. أدركت حينها أن الأمر لن ينتهي، فبدأت أصلي. هيا بنا. بعدها وضعني في صندوق سيارتي. درجة الحرارة كانت قرابة 39 درجة يومها، وفكرت تركني هنا لأموت في صندوق سيارتي وانتهى الأمر. بعد أن قام زميل أنيتا في النادي الرياضي بوضعها رهينة في سيارتها، ينتابها الذعر إذ تدرك أن السيارة قد بدأت تتحرك. أنا أعرف المنطقة جيدا، فقد نشأت هناك، لذا فقد عرفت من خلال صوت المحرك الطرق التي كان يمر بها، ثم سمعت السيارة وهي تعبر مدخل منزل. الـ25 من يونيو عام 98. ساعدني على النزول من السيارة وقال إنه سيلقي بي في حقل ليتاح له الوقت لاستخدام بطاقتي. هيا. كنت أفكر، هذا ليس حقلا، ما الذي يجري؟
توم، لما تفعل هذا بي لطالما عاملتك بلطف؟ لهذا السبب اخترتك. قال سبق أن تمت إدانتي بالاغتصاب والاحتجاز، وعندها أدركت أن الأمر مختلف تماما عما ظننت، وارتجف قلبي رعبا. هناك في المرآب تعرضت أنيتا للاعتداء الجنسي، ثم تم اقتيادها داخل المنزل ليستمر الرعب أكثر. ادخلي. أدخل إلى هذا؟ ادخلي الآن. كان عليه التخلص من سيارتي، فوضعني في صندوق بطول مترين وعرض متر. لا تصدري أي صوت. إن كنت مطيعة سأخرجك بعد قليل، أتفهمين؟ أتفهمين؟ نعم. كنت ما أزال كما تعلم عاجزة عن تصديق ما يجري. كنت مذعورة. في منزل أسرة وولدريدج كان سكوت صديق أنيتا الحميم قد وصل لاصطحابها إلى الغداء بناء على موعدهما. وحين ذهب صديق أنيتا إلى منزلها لاصطحابها، أنيتا هذا أنا، ولم تكن هناك، كان ذلك غريبا. كانت لتتصل وتخبره لو كانت ستذهب إلى مكان آخر، لكن سيارتها لم تكن موجودة أيضا. فتساءل سكوت ما إذا كانت قد ذهبت للقيام بشيء ما بسرعة، فقرر انتظارها في سيارته. الساعة 12:30 بعد الظهر. مرحبا سكوت، ظننتك ذاهبا مع أنيتا لتناول الغداء. ليست هنا سيدتي. ولكن ما الذي تعنيه؟ انتاب والدة أنيتا القلق الشديد، إذ لطالما كانت أنيتا شابة مسؤولة وتتواجد دائما في المكان والموعد المفترضين. أنيتا؟ أنيتا؟ أين أنت؟ كانت أنيتا قد تركت عدة أشياء تعرف أمها جيداً أنها لا يمكن أن تتركها، فأدركت أن هناك مشكلة كبيرة. لكن أنيتا مخبأة في مكان لا يمكن أن يتوقعه أحد، وبعد أقل من ساعة على احتجازها وحدها عاد خاطفها من جديد. أنا جائع، هل أنت جائعة؟ أخذ سيارتي إلى شارع فرعي قريب، ثم عاد مجدداً وحاول التصرف وكأنه صديق الحميم. عملني بلطف ومحبة. إنها وجبتنا الأولى معاً. الناس سيبدأون بالبحث عني، فسألني ماذا تقصدين؟ يبدأ عملي في 3:30. على الأرجح أنه كان يتتبعني ويعرف برنامجي اليومي. لا أصدق. ثم فقد صوابه. يستحسن أن نذهب. إلى أين سنذهب؟ سنقوم برحلة قصيرة. قال لا أريد أن نغادر قبل أن يحل الظلام كي لا يستطيع أحد رؤيتنا، والآن هيا بنا. في تلك اللحظة كنت أصلي أن يكون أحدهم قد بدأ بالبحث عني، وأنهم سيجدوننا قبل أن نغادر كوكومو. في الواقع كان أفراد عائلة أنيتا قد تواصلوا مع كل من يعرفونه بحثا عنها، لكن حين لم يحالفهم الحظ لجأوا إلى قسم شرطة مقاطعة هاورد. ولم تجد أثرا لها حين وصلتما إلى هنا؟ لا، ولم تكن سيارتها هنا. انظر، تعال وألقي نظرة على هذا.
إنه دم. كانت هناك قطرة دم واحدة في المطبخ، وهذا بلا شك مرتبط بنشاط غير عادي. هناك شيء خارج عن المألوف قد حدث هنا. أتعرفان شخصاً يرغب بإيذائها؟ ليس لأنيتا أهداء. ذكرت لي زميلاً في العمل كان يزعجها. كان يدعى جيم. جيم. وجدنا جاراً في الجهة المقابلة تذكر رؤيته لرجل يسير باتجاه المنزل بعد العاشرة صباحاً بقليل. وصف لنا ذلك الشخص على أنه رجل أبيض البشرة، كان وصفاً عمومياً، لكنه ذكر أيضاً أنه كان يحمل حقيبة ظهر. لنقم بتعميم مواصفات أنيتا وسيارتها. بينما ينطلق المحققون في بحثهم، كان توم وأنيتا يغادران البلدة على متن شاحنة توم إلى وجهة غير معروفة. عرفت الاتجاه وعرفت أننا كنا قد عبرنا ميواكي بسبب الساعة الكبيرة، لكنه لم يخبرني إلى أين نتجه، وكنت أفكر من فضلك أسرع، افعل أي شيء. أردت الخروج من ذلك المأزق وحسب. استراحة لاستخدام الحمام. هنا؟ لما لا نذهب إلى محطة وقود؟ الناس كثر. أنا لم أشعر أن لدي فرصة للهرب. كان يحمل سكاكين وافترضت أنه ما زال يحمل المسدس، وكنا بين طرقات ريفية نائية. لم يتوقف حيث المنازل أو حيث تمر السيارات. ستتحسن الأمور، سترين. بدأ يقول أشياء، إنه يريد صديقة حميمة ولديه خطة. قال ستنسين أمر عائلتك وتقعين في حبي. وكإجراء أخير في السيارة، قام توم بعصب عيني أنيتا ليبقي وجهتهما الأخيرة سراً. خلال الساعات المرعبة من فجر اليوم التالي وصلا أخيراً. أهلاً بك في منزلك الجديد. أين نحن؟ نحن هنا في الخلاء. أخبرني بأننا في منطقة نائية، وإن حاولت الصراخ أو جربت الهرب فلن أجد من يساعدني، لذا يمكنه بسهولة أن يجدني بعدها وأن يقتلني. وهناك داخل المنزل وجدت أنيتا ما أصبح منظرا مألوفا بالنسبة إليها. هيا ادخلي. كان هناك خزانة ملابس معدنية بطول متر وعرض مترين ووضعها على الأرض، مثل التي كانت في منزله في كوكومو. لا تصدري صوتا وإلا قتلتك. كان ذلك صعبا، لا أعرف ما الذي يجري ولم أغضبه، لكنه كان يذكرني في كل ساعة بأنه يستطيع قتلي. في الليلة الأولى لم أستطع أن أتنفس هناك، فلا هواء، كنت أصلي فحسب وأفكر كثيرا. هيا أخرجي من هنا، اخلعي ملابسك. قلت اخلعي ملابسك عنك. بالطبع أراد الجنس مرة أخرى، وإن أرادت العيش كان عليها مجاراته. ما ساعدني على التحمل كان التفكير بصديق سكوت، بعائلتي وزفاف صديقتي،
بكل شيء، بكل الأشياء التي تريد القيام بها حين تكون في 21. لذا كنت أواصل الصلاة وأتمسك بالأمل. في كوكومو إنديانا يبذل المحققون كل ما في وسعهم لتحديد الرجل الغامض الذي رآه جار أنيتا يوم اختفائها. في البداية كان عليهم أن يسألوا الجميع، ركزوا على صديقي أنيتا كما حققوا بشأن دور زملائها في العمل، وأيضا الرجل الذي كان يقول لها أشياء غير لائقة دققت الشرطة بشأنه، وكان لابد لهم أن يتبعوا كل طرف خيط. لكن حتى الآن لم تفض جهودهم لنتائج تذكر. خلال مدة زمنية قصيرة تم استبعاد المشتبه بهم المعتادين. لم يكن هذا الكابوس يقترب من النهاية، بل كان يزداد سوءا. إن لم تكن قد ماتت منذ البداية فربما ماتت الآن. بكل الاحتمالات الممكنة كان الوقت يداهمنا. بحثا عن أي طرف خيط، قرر المحقق التعمق أكثر في ماضي أنيتا ليذهب إلى النادي الرياضي الذي كانت تتمرن فيه قبل أكثر من عام. هل كان لأنيتا مشاكل مع أي أحد، مثل زميل أو عضو آخر في النادي؟ موظفة في النادي الرياضي سبق أن عملت مع أنيتا وصفت لي شابا ممن يصفهم ابني الأصغر بالمختلين. لم تكن لديه مشاكل مع أنيتا، لكن كانت لدينا نحن مشاكل معه. فيكتور توماس ستيل يعرف باسم توم، لطالما عملته أنيتا بود. حسنا، عرف أصحاب النادي بأنه سبق أن تمت إدانته بجريمة الاغتصاب عام 84، وبأنه قام بالتحرش بعدة نساء، ما سبب إزعاجا كافيا لكي يطلب منه ألا يعود إلى المكان ثانية. أيمكنك تذكر شيء آخر؟ كان يحمل حقيبة ظهر، ربما لأنه كان يأتي على دراجته. بعد التفصيل المتعلق بحقيبة الظهر الرمادية والإدانة السابقة، كان يجب عليهم بلا أدنى شك معرفة مكان السيد ستيل. حصلت على التقرير المتعلق بستيل. في صيف 84 خرج مع فتاة، تركته في اليوم التالي. بعد بضعة أشهر عاد إلى شقتها، قام بتقييدها واغتصبها. وهناك تفصيل آخر في ملف ستيل لفت نظر المحققين بصورة خاصة. والدته تعيش بالقرب من أسرة وولدريدج. حصلت على العنوان؟ متحمسين للمعلومة الجديدة، جمع المحققون قوة من عدة جهات. بدأ عناصرنا يركزون ليس فقط على من يكون ستيل وما تفاصيل حياته، بل وعلى سؤال أين هو الآن. فقد حصلنا على معلومات تفيد بأن فيكتور ستيل كان يعيش مع والدته وليس بعيدا عن منزل أنيتا. بدأنا عندها بمراقبة ذلك المنزل بطريقة المراقبة التقليدية، ما يعني أننا أردنا مراقبة المكان ورؤية ما يجري، لكننا لم نرغب أن يرانا أحد أو يراقبنا. تعرف، ربما يحلفنا الحظ فنراه خارجا من الباب الأمامي مع أنيتا. لن أنتظر إن حصل هذا. يبدو أنها الوحيدة الموجودة هنا. نعم، يا لها من مهمة. بمجرد حصولهم على اسم فيكتور ستيل كمشتبه به، كانوا يحاولون إيجاد طريقة لدخول منزل والدته وطرح بعض الأسئلة عليها. المحققون واثقون بأن فيكتور توماس ستيل هو خاطف أنيتا، لكن من دون أدلة تثبت أنه هو الرجل المطلوب. أفضل ما يمكنهم فعله حتى الآن هو وضع عناصر للمراقبة أمام منزل والدته بمساعدة ضابط شرطة كوكومو مايكل هولزابل. حسناً، لنقم بمحاولة. لاحظنا وجود سيارة في فناء ذلك المنزل معروضة للبيع،
وعلى الفور فهمت أن هذه بمثابة بطاقة دعوة لعميل متخف للدخول بحجة مثل أدعى جو وأريد شراء سيارة. متنكرا بهيئة زبون للسيارة، استقبلت والدة ستيل الضابط المتنكر الذي بدأ سريعا العمل للوصول إلى معلومة. سيدة ستيل، السعر مناسب، لكن لدي بعض الأسئلة حول الصيانة. لا أعرف أي شيء بشأن هذا، هي سيارة ابني. كيف أستطيع التواصل معه؟ لا تستطيع، لقد انتقل للتو إلى ويسكونسن، وذلك منذ حوالي أسبوع، وأنا لا أملك عنوانه حتى. قالت إنها كانت تتوقع منه أن يتصل بها وبأنها ستجعلنا نتواصل معه لنتابع نقاشنا حول شراء السيارة. كان الوقت شديد الأهمية، لكن مدانا سابقا في حال شعر بأن أحدا يتبعه سوف يقتلها، هذا إن كانت ما تزال حية. اليوم الثالث، على بعد 7 ساعات في لاكروس ويسكونسن. أجل، كان الوقت يمر بطيئا جدا على رهينة ستيل أنيتا وولدريدج. كان هناك روتين يومي، أتعرض للاعتداء الجنسي وأجبر على اللعب معه كما لو كنا في علاقة طبيعية. يسألني الكثيرون كيف كنت تلعبين معه، فكنت أجيب إما أن ألعب معه أو أتعرض للاغتصاب. تظاهرت بأنني أستمتع باللعب معه. لقد فزت. لا يمكنك هزيمتي، سأفوز دوما. كنت أحاول أن أفكر قبل أن أتكلم، ولم أكن هكذا عادة، لكن في ذلك الوقت تفوهت بجملة غبية. تفوز دوما؟ وعندما اعتقلوك بتهمة الاغتصاب، أتسمي هذا فوزا؟ ماذا قلتي؟ لا تفعلي هذا. أنا آسفة. مرت 3 أيام أخرى، تعرضت أنيتا خلالها لنفس التعذيب الممنهج، إلى أن جاءت ليلة قضتها في الخزانة المعدنية مرة أخرى. أنيسا وولدريدج، أنا من الشرطة. سمعت صوتا يقول نحن من الشرطة، نحمل أمر تفتيش، وأردت أن أطرق على الباب وأقول النجدة، لكنه كان قد هدد بقتلي إن صرخت. أنيسا وولدريدج، أنا من الشرطة. كنت أسمع أشياء توحي بأنه ما تفعله الشرطة عادة، وسمعت مقبض الباب، وكنت أتضرع قائلة أرجوك أيها الرب أنجدني. أنيسا وولدريدج، هل أنت هنا؟ كان يصدر أصواتا مزيفة، يمارس لعبة الخداع طوال الوقت. لقد مرت 6 أيام على اختفاء أنيتا، رغم أن رجال الشرطة قد تبعوا خاطفها إلى ويسكونسن، فهم ما زالوا يعملون على تضييق الاحتمالات هناك. حسناً، نعرف أن لديه سيارة معروضة للبيع، ويبدو أن ستيل يملك أيضاً شاحنة فورد حمراء، لكن وثائق ملكيتها تعيدون إلى عنوان والدته، وكذلك البطاقة الائتمانية. يبدو أنه لم يستخدم البطاقة من قبل اختفاء أنيتا. آخر عملية سحب كانت قبل 2 يوم من الحادثة، لكنها كانت في ويسكونسن. اشترى الوقود في وسط ويسكونسن، أتظنه يقطن هناك؟ وهكذا ذهبنا إلى لاكروس، وكانت نيتنا إن لم نفعل شيئا سنجوب الشوارع بحثا عن سيارة تحمل لوحة إنديانا، وكان ذلك كالبحث عن إبرة في كومة قش. اليوم 8،
بينما يستمر البحث في ويسكونسن، يعرف المحققون أنه ليس وقت الأوهام، لذا عادت الشرطة إلى منزل والدة ستيل في إنديانا بخطة جديدة. هذه القضية كانت سباقاً مع الوقت، لأنهم كانوا يعرفون أن فرص إعادة أنيتا إلى المنزل حية كانت تتقلص مع كل يوم يمر. علم، قررنا أن نستخدم تكتيكاً شائعاً للغاية لدى قوة مكافحة المخدرات، وهو استخدام المزيد من المال. فأرسلنا مع الضابط فواتير بمئات الدولارات، وبهذا نجذب مزيداً من الاهتمام. ذكريني بالسعر. كم من المال لديك؟ لقد أدركنا أن جهودنا لتحديد موقعه بالطرق العادية قد تكون مكشوفة أو ربما ترى أو تنقل لها، وبهذا سيكون رهاننا على حياتها أو موتها. لهذا كان يتعين على الضابط الانتباه لهذه النقطة. أعتقد أن الأمر سيكون أسهل بكثير إن استطعت التواصل معه. أنا لا أملك رقمه، لكن ربما تكتب له رسالة. هل تملكين عنوانه؟ دونته في مكان ما. ثمانمائة واثني عشر شارع كلينتون. أجل، هذا هو. حصلنا على رقم الشارع، كان في لاكروس ويسكونسن، وحين نقل لي الضابط هذه المعلومة عبر المذياع عرف العميل الذي كان برفقتي المكان بالضبط على الفور. كان قلقنا حينها أكبر من أي وقت مضى. بينما يتجه المحقق وشريكه إلى المنزل في ويسكونسن، في الداخل لم تكن لدى أنيتا وسيلة لتعرف أن النجدة في طريقها إليها. سأذهب إلى الحمام. أجل، لكن بسرعة. لا تتأخري. في طريقي إلى الحمام رأيت منزلاً وسيدة تجمع الأزهار. كنت آمل أن تكون صورتي قد انتشرت عبر الأخبار وأنها ستراني وتقول تبدو هذه الفتاة مألوفة، أو أنني أستطيع أن أوحي لها بنظرات عيني أن هناك مشكلة. إلى أين تخلين نفسك ذاهبة؟ بعد أكثر من أسبوع على اختفاء أنيتا، تعقبت الشرطة خاطفها إلى منزل في لاكروس ويسكونسن. كان تخوفنا هو أنه إن كانت في الداخل وعلى قيد الحياة قد تصبح رهينة محتملة، لذا انتظر المحققون الفرصة المواتية للقبض على فيكتور ستيل وحده. بدا لي حينها أن الوقت يسير ببطء مؤلم، كل دقة عقرب كانت تمر أثناء مراقبة ذلك المنزل كانت أشبه بمراقبة قنبلة بانتظار أن تنفجر فجأة. أجل، إنها سيارته، لوحة القيادة تطابق الأوصاف، هناك قضبان معدنية على كل النوافذ، المكان يشبه القلعة. أتظنها في الداخل؟ بينما كنت أتحدث للعميل الذي كان برفقتي، خرج فيكتور ستيل من المنزل. كان ذلك بمثابة نصر من جهة، وكان صادماً من جهة أخرى. أجل، هذا هو. رغبتي الشخصية كانت أن أتجه فوراً للقبض عليه. أردت أن ينتهي الأمر فحسب لنذهب ونمسك به. لكن في غياب أي دليل على وجود أنيتا بداخل المنزل،
يتساءل المحققان ما إذا كان ستيل سيقودهما إليها، فتبعاه عن كثب إلى أن توقف في متجر محلي للمعدات. كنا جالسين هناك نراقب المكان حين خرج فيكتور، وكنا نناقش الأمر ونتواصل مع العملاء الآخرين المنتشرين في الشوارع وفي المركز الرئيسي ما نراه، وصفنا لهم أننا سنتابع الأمر حتى النهاية سنتبعه. كم أمرا مثل هذا سينجز هذا الرجل؟ وفي الواقع واصلنا مراقبتنا له في السيارة، أنهى عملية التسوق تلك، ركب سيارته وكان يستعد للمغادرة، وكنا سنتبعه بالعودة إلى الوراء. لا أعرف لماذا حملتني أفكاري إلى هناك، لكنه لسبب ما كان يشتري الخشب، وقد توقعت أن السبب ليس جيدا، ربما سيصنع تابوتا أو شيئا ليفسد من خلاله الأدلة التي تشير إلى أنيتا أو إلى وجودها. وبينما يهم بالعودة إلى منزله في لاكروس، عرف المحققان أن الوقت قد حان للتدخل. لن نسمح له بالعودة إلى ذلك المنزل. وهنا تلقينا الأمر بالقرار لنوقف السيارة. كيف حالك سيدي؟ أين بذلتك سيدي؟ لاحظت أن الضوء الخلفي لا يعمل، يجب أن أعلمك بهذا. أريد رؤية رخصتك. بالطبع. إنديانا إذن. بعيد عن المنزل. أتي دائما، المكان رائع لصيد السمك. بالطبع. أين تقيم؟ أنا فقط أنام في المقعد الخلفي. بالطبع كنا نعرف أن هذا لم يكن صحيحا، وأنه يملك ذلك المنزل هناك، لقد رأيناه بأنفسنا وهو يغادر ذلك المنزل. سمعنا عبر الميديا عن سيدة مفقودة من إنديانا تدعى أنيتا وولدريدج، هل تعرفها؟ لا، أنا لا أظن ذلك. أريد منك الترجل من السيارة. ما زال على رجلي الشرطة أن يجدا أنيتا، إذ يدخلان بحذر منزل فيكتور ستيل. أنيتا وولدريدج؟ وصدما لرؤية الخزانة المعدنية، حيث كان يحتجز أنيتا لأكثر من أسبوع. أنيسا وولدريدج؟ بمجرد دخولنا بدأنا نصرخ، نحن من عناصر شرطة كوكومو من قسم شرطة مقاطعة هاورد. أنيتا، إن كنت هنا من فضلك تحدثي إلينا. أنيتا، رجاء أصرخي. على أملي أن نسمع إجابة. بالطبع، لكنها كانت صامتة جدا، وعلى الفور تقريبا رأى كيلانا على الأرض صندوقا معدنية، كابينة معدنية كانت ملقاة على ظهرها ولا صوت يصدر منها، ولم نرصد أي حركة منها أو من المنطقة المحيطة. وفي الحقيقة كنت أتوقع أن نجد جثة الشابة، لكن حين فتحناها يا للهول، وجدناها ما تزال حية. لا بأس، أنت بأمان، ستيل محتجز لن يؤذيك. كنت أفكر بأنه من سيفتح الصندوق. في تلك المرحلة كنت قد فقدت الأمل، وحين فتح الباب ورأيت رجال الشرطة يقفون أمامي، فكرت بأن الأمر قد انتهى. انتهى الأمر أخيرا. ارتمت أنيتا بين ذراعي. لا تخافي، خذوني إلى المنزل. حسنا، هيا بنا، أنت بأمان. نقلتها إلى سيارة الإسعاف ورفقتها إلى المستشفى. قدرتنا على إيجاد أنيتا حية، تلك هي النهاية التي كنا نطمح لها، وهذا ما حدث.
بعد اعتقال فيكتور ستيل ووضعه بأمان في الحجز، تمت إعادة أنيتا إلى إنديانا في اليوم التالي. صليت لأصل لهذه اللحظة، كان ذلك مذهلا. كنت سعيدة للغاية، كانت لحظة تخللتها الكثير من الدموع والمشاعر. أنا وصيفة الشرف في زفافك. لا يمكن أن يكون أحد غيرك. عثر علي في 2 يوليو وعدت إلى المنزل في 3 منه، وكان زفاف صديقتي في 4. كنت أفكر لقد سلبني 8 أيام ولن أخذ غيرها. في 18 يناير عام 1999 دانت المحكمة الفيدرالية فيكتور توماس ستيل بتهم الاختطاف وسرقة السيارات وعدة تهم تتعلق بحيازة السلاح، وحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة ل25 عاما. لم يعتذر أبدا ولم يشعر بأي نوع من الندم على ما اقترفه. كان هناك 5 نساء أخريات على الأقل على قائمة فيكتور حين ذهب إلى منزل أنيتا لاختطافها. ولو لم ينجح في الأمر، كانت خطته التالية أن يقوم باختطاف صديقتها المقربة التي كانت تستعد للزواج. المختلون مثله لا يمكن إعادة تأهيلهم، لذا فيكتور ستيل موجود الآن حيث يليق به خلف القضبان في السجن. بعد أن عدت إلى المنزل بدأت أفكر بالاحتمالات الممكنة. ماذا لو قفزت من السيارة؟ هل كنت سأنجح؟ وقد أخبرني المعالج ورجال الشرطة والجميع بأنني إن وصلت هذه اللعبة ستصابين بالجنون. كل ما قمت به كان صحيحاً. وأنت هنا الآن، أنت حية. هناك أشياء ستظل تزعجك ولكنك ستتعاملين معها وستسيطرين عليها. أن تتحكم بظروفك كل يوم، تقرر بنفسك أنه سيكون يوماً أفضل فتعيش. اليوم تعمل أنيتا في الإطفاء وتتطوع مع مجموعات الضحايا لتساعد الناجين الآخرين على مواصلة حياتهم، حتى إنها ألفت كتاباً بالتعاون مع معالجها حول تجربتها. أريد لضحايا العنف الآخرين أن يدركوا أن الأمل موجود والمستقبل كذلك. لا تخافوا من طلب المساعدة، ستمرون بأيام سيئة، لكن تأكدوا أن الأيام الجميلة أكثر.